فندم عمرو بيه. أنا عارف إن جواك مليون سؤال من امبارح و... عمرو بيه أنا عمري ما أكل ولا هقول اللي أنا شفته ده لحد. وبعدين جنابك حر في حياتك، أنت ولي نعمتي ومربيني ولحمي اكتفي من خيرك. عمرو بيه أنا مفيش حاجة حصلت لي في حياتي إلا لما جنابك كنت في ظهري فيها. أنا عظم أبويا في تربة عيلة جنابك. أنا لو فضلت عمري كله عمري ما هوفي جمالك ولا أفضلك عليك. بس بس أنا كل اللي يهمني من اللي أنت قلته ده إن أنا اللي مربيك، علشان كده أنا هتكلم معاك بصراحة. الموضوع مش زي ما أنت فاهم خالص. أنا مش فاهم يا عمرو بيه ومش عايز أفهم وما شفتش حاجة من أساس. أنا عارف إن أنت جدع وابن بلد ومعايا بقالك سنين، بس أنا قررت أقولك بوسين هانم تبقى مراتي وأنا هحكي لك ده حصل إزاي. شريف اه كنت نايمة بس هفوق كده افطر اكلمك. راحت راحتك يا عمر. بص يا بوس، انا قلت كده في عقلي بالي يا شريف، بدل ما نتقابل في الشارع ولا في حتة حد يشوفنا تعالي البيت. بيت ايه يا شريف؟ انت اتجننت؟ افرض حد شافنا. اتجننت ليه يا بوس؟ وبعدين عادي يا حبيبتي لو حد شافك، يعني ما انت متعودة وبتيجي هنا. بقولك ايه يا شريف، خلص هفطر واكلمك ونشوف هنتقابل فين، وقصة البيت دي بقى شيلها خالص من دماغك. باي. وهي دي حقيقة اللي انت شفته امبارح؟ يا عمرو بيه، جنبك ما تتخيلش انا ارتحت ازاي ان الحكاية يعني حلال في حلال. لا سعادتك كده مية مية، ما سبتش بوسينة هانم وشلت شيلتك ولميت لحمك لمؤاخذة يعني. كان لازم اعمل كده، ولو اني من جوايا بتقطع عشان خاطر امبر. ما هو السبب يا باشا، هو اللي من الاول دخل دخله غلط من غير ما يسالها ان كانت مشغوله بحد ولا لا. لا وكمان ضربها وهنها وبهدلها وسبها في شرفها، وهي ما لقتش حد يحن عليها غير جنابك. هو بس علي هانم لو دريت هتزعل قوي. هي جت المشكله علي، بس انت ما تعرفش عليا دي بالنسبه لي ايه. دي كل حاجه، بس اللي حصل ده حصل في فتره كانت عاليه فيها تقريبا مش موجوده، كانت مشغوله بمامتها والولاد، كنت بشوفها كل فين وفين، كانت حياتي ممله عايزه تدور في ساقيه، البيت للشركة والشركة للبيت، والراجل في ظروف اللي زي دي يا طارق بيبقى ضعيف، محتاج حاجة جديدة تحصل له، حاجة غريبة، حاجة تحسسه إن هو لسه عايش. ده اللي حصل لي لما اتجوزت من أبو زين. معلش يا عمرو بيه، ما احنا برضك الشرع محل لنا اربعه. انت ناوية ولا ايه وانت الحيط؟ هو حد يكره يا باشا؟ خلي بالك بقى، لحسن البنت اللي هو الملمونه ممكن تاذيك. تاذيني؟ دي تشقني نصين سعادتك. مش هوصيك يا طارق، الاول ما ينفعش تعرف اي حاجه. لا لا يا باشا ما تقلقش، سرك في بير، انت ولي نعمتي وليك في رقبتي جمال وديونتي وزني وطفيت. انت اخويا الصغير وانا حكيت لك علشان ما احبش انك تكون واخد عني فكره غلط. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.